إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التهاب الفيروسي الأحادي، وهو عبارة عن التهاب فيروسي يسببه فيروس يسمى أبشتاين بار، يعتبر من الحالات المرضية الشائعة التي يمكن أن تسبب التهاب الحلق عند الأطفال. أيضا الإرجاع المعوي أو القيء والتهيجات وأنواع أخرى من الالتهابات يمكن أن تكون سبب في التهاب الحلق عند الأطفال. أيضا يمكن أيضا حدوث بعض الالتهابات الأخرى الناتجة عن التهاب الحلق، وهي راجعة بسبب البكتيريا، وطبعا تكون عبارة عن التهاب أو عدوى في اللوزتين، ويمكن أن تكون البكتيريا بسبب بكتيريا اسمها ستيربيتوكوكاس العقدية، وأيضا هذه من أنواع البكتيريا الخطيرة المنتشرة جدا، وعادة تتجمع في الحلق وتسبب أنواع بسيطة من التورم من ثم التهيج الحلقي، وإذا كانت يعني متطورة جدا ممكن تكون المنطقة يوجد فيها تغير في اللون وصديد، وقد تحدث فيها بعض الإدماء، يعني يحصل فيها فوق في السطح في المنطقة السطحية الأولى من الطبقة تهيج كبير يصل إلى خروج بعض النقاط الدموية والخلايا الدموية الدم. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.